باش نمشي نقول لك الكار خير اش من خير؟ بنادم اخويا عيق اخي هشام ما نكذبش عليك. صحابي بنادم لا انتم كنتوا شوف انتم كنتوا كطلعوا مع صوفيا كنتوا كتخلقوها تتعاونوا طلعتوها وطلعتكم بجوج بيكم مساهمين في اللايف. دابا اسمع اسمع اسمح لي سيمون جاوب على واحد النقطة فشت واحد الكومونتير قال لك انتم كتستعاونوا لي زابوني. اسمع نقول لك اخويا واحد الحاجة راه واحد ما كيقول دير ابوني بزاز منك راه واحد ما تيقول لك ابوني ديرها بزاز منك راه انت لا بغيتي لا بغيتي شي واحد راك انت كتبعو راه حريه شخصيه راه كاينه ابوني بغيتي تبرك عليها كتبرك عليها ما بغيتيش هانيه حنا راه ما كنقولكش اجي تابونا بزز ولا الدراري كيقولك تابونا عندهم بزز ولا شي حاجه فهمت شو تابونا مرحبا بك ما بغيتيش تابونا داكشي كيبقى شغالك عادي انت كتشوف المحتوى ولا الكونتوني ديال بنادم ارتاحيتي له عجبك غدير ابوني. دابا انا اللي كيبقى فيا انه بنادم ما حملش شي واحد ودير له ابوني وكيتبعو وكيدخل عنده اللايف الدراري ضر النفاق الدراري ضر النفاق وبالرجوله صاحبي والله العلي العظيم هذا راه كيتسمى نفاق ما عندكش مع شي واحد ما تدخلش عنده بحال واحد اخي شوف شوف واحد جوج ديال الادمين اقسم لك بالله الا بداو تيرغبوا في واحد لاباج فيسبوك هضرت معاه قال لي اخي سيمو راه ما يسحبنيش قلت دابا نتايا حنا دابا انا هضرت معاك قلت له فين كتعرف فين باش تحط عليا هاد الشيء الحال هادي قال لي اخي سيمو شوف قال لي راه ما كيتسمعش شوف هادشي ديال الانترنت اخي سيمو راه ولا صعيب تيرغب تزخرا في الرغيف هادشي ديال الانترنت راه ولا صعيب راه تشهير دابا بما يحطك والتصويره ديالك كتبان راه تشهير دابا انت ما عارفش بنادم بين التشهير انا شوف خلاصة القولة الاخوان راه شوفوا راه كيف ما تيقولوا ما كاينش شي واحد مطلع شي واحد بحال دابا الملولي عنده المحتوى ديالو سيمو عنده المحتوى ديالو كل واحد كيف ما والد كل واحد عنده الكونسيبت ديالو كل واحد عنده الناس ديالو شوف دراري اسمع نقول لكم دراري نوضح لكم واحد النقطة حنا راه ما خرجناش على اللي كنتوني ديالنا غير دابا هو في هذا الحجر الصحي ما كاينش لي صال ما كاينش فين تمشي تصور لي فيديو اما شوف غيخرج ان شاء الله هذا الكونفينمون اوفيسيال غيتسالى غنبداو نفس شوف غنرجعوا اخوتي لديك الشيء اللي كنا فيه سبور ولا موتيفاسيون ولي فيديو ديال الموتيفاسيون والنصائح هي دابا في الكونفينمون باش غتخلقها يلا يقول لي غادي دير انت في الدار شنو غادي دير في الدار حتى واحد ما خارج ما عندك الحق تخرج شنو كنخلقوها بهاد اللعيبات ديال اللايفات كنهضروا في مواضيع كنهضروا في شي حاجه كنهضروا في شي مطلعينها وصافي حنا راه غير مطلعينها في الكونفينمون شي نصيحه كنعطيوها شي حاجه كنقولوها خالقينها بالعربيه فاش غيسالي لو كونفينمون الخوت ديك الساعه راك عاوتاني الي لي فيديو دو موتيفاسيون لعيبات تويشات نرجعوا لك شي ديال من العادي المهم الاخوان شوفوا خلاصه القوله الاخوان انا شوفوا حنايا الاخوان كنديروا اللايفات كنرونوها كنضحكوا كنشطوا حنا بغيتونا كنحبسو من لي لايف ما عندناش المشكل غير بنادم عاوتاني ما بقاش يحل فمو بزاف حيت هضره بزاف عاوتاني راه بنادم عاوتاني شوف علاش كنحبس في لي لايف اللايف ديالك شوف كنديروا اللايف كيكون طالع اذا ما عندناش جمهور باغينا واش حنا كنجيبوا شي واحد ندخلوه فهمتي والله العظيم انا شوف بحال دابا مول لاباج هذا صدقني يا صاحبي شحال من واحد صيفط ليا تيقول لي سيدي مول سانسا سي اخويا نخلقوا هذا الشيء ديالو الله خويا هشام اسمعني انا اسمعني تنقولها ونعاودها راه شوفوا اللي عنده فمو يبغي يكومونتي ولكن بنادم عنده باج طالعه ويجي يطلعها على ظهري ويبقى يكتب عليا شي حوايج ما كاينش وبربي انا تنحلف اقسم لك بالله ما تبات في داركم انا تنحلف لك بالله انا تنحلف لك انا ما خاصني شوف انا خاصني شوف انا خاصني الدراري شوف خاصني عشراني وخوتي ما يتقلقوش عليا كيف ما بغى يكون اي واحد شوف الدراري ما يتقلقوش راه تنهضر انا راه هكا راه كنهضر نيش انا الخوت الخوت ما بغيتش واحد يتقلق عليا لا هضرت راه ما كنقصد حتى شي واحد كنهضر شوف بعفويه راه اللي في قلبي فمي انا ما كنبقاش نافق عمري نافقت شي واحد اللي كاين تنقولو عمر تلقاني في شي فيديو نجي عندك قول خوتي دخلوا ديروا تاب انا شوف دخلتي لي فيديو ديال اليوتيوب كاملين عمري كنقول تابونا ولا ندير لك فلوس فعل الجرس وبرك عمري قلتها واش شي فيديو ديالي فيه فعل الجرس دير ابوني باش يوصلك شكرا ما تنديروش انا شوف كيف ما تيقولوا شوف الرجال بالرجال حنا الاخوان كنديروا واحد الكونتوني واحد الضحك واحد النشاط كيف ما تيقول كيف ما قال هشام هادشي ما كتشد من ودني وكتقول لي اجي تفرج غير هو الانسان شوف حنا معكم الاخوان اللي بغى يقول شي حاجه يقولها ولكن باش يجي واحد يدير باج طالعه ويبقى يكتب شي حوايج اللي هما ما كاينينش لا حنا كنضحكوا تنشطوا وحنا راه خوت بيناتنا واش مبروكه سيمو حنا راه شي وحدين كنهضروا معاهم في البريفي كنهضروا معاهم في البريفي وكيهزوا الكونفرساسيون كيسكرينيو وكيحطوه راه نصيفطوا للحبس راه من تخرج الاقوال ديالي بدون الموافقه ديالي راه من 6 شهور حتى 3 سنين واش غادي دير سيمو واش كنراعي انا كنراعي اخويا سيمو حق الله لا شوف اقسم بالله انا القانون عارف شنو غادي ندير انا ولد القانون عارف فين غنمشي عارف البيرو اللي غنبق فيه غندخل السلام عليكم طقطق والله حتى غدا يجيبوه من دارهم ولكن سيمو وين كتفكر الوالديه غتلقى تيبروش عنده شي 18 ولا 17 ولا 16 عام والدي تبقى تجي مدوك ولدي وكذا كتقول هانيه حسبوا بحال خاي صغير غلط فيا
حسب بحال غيصبر فيا. اما اقسم بالله يعرف غيصبر وبان داخل نوريك شي سبان، اقسم بالله ما نكذب عليك، غنجبدو شكون هو. انا شوف انا نعطيك ساهله الخدمه، سبيتيني ماشي مشكل، نعطيه للدريه تهضر معاه ودير معاه، تجيبو لعندي حتى للدرب، تجي برجليه نخدم معاه خدمه ديال ولاد الحرام. شي غيسبني انا نعطيه دريه فري، ماشي دريه فوق، كنت تهضر معاه ابل فيديو حبيبه كبيده لعيبات، وتقول اجي نتلاقاو ها فين وها فين، تلقاني واحد باش نضغط. ولكن واش السي ما بقاو نديرو حنا هكا؟ واش حنا في حرب العصابات؟ واش حنا نديرو هادشي؟ والله العظيم ما جات. ما يمكنش كتقول بهم خليه هاني، راه كاين هذا الكونفينمون، بهذا معصب مستريسي، خلي بنادم يسب هاني. قول لي اخي هشام واش هزو اللايف حطوه في الفيسبوك ياك؟ ديري بالك في اليوتيوب فيسبوك في كذا، ولكن فهمتيني انا والله ما قصدت الراجة بالله، انا هضرت اون جينيرال. لا والله الاخوان شوفوا، انا شوفوا انا كنقولها ونعاودها، والله ما قصدنا شي حاجه اصلا. كل واحد مثل في الاعتذار قوه. نعم نعم والله العظيم. لا شوف اعتذرتي علاش اخي وليد؟ شوف وليد، وسير سينيالي نقول ما يقصرلوش، بقات سينيالي تيصبح عليك الصباح. ولكن حشومه واش من متبعك ما نبغيش يتقلق فريال دراري متبعني. على جاوني شي ميساجات، جاوني شي ميساجات مع الدراري ديال الرجاء، شي دراري صحابي ما عجبنيش انا الحال، قالوا لي حشومه عليك اخي هشام، حنايا كنحترموك وانت قلتي هذا الشيء علينا. قلت له خويا والله ما هضرت عليكم، انا راه هضرت اون جينيرال. انا قلت انا قلت لهم بنادم يشجع مدينته هي الاولى، وديك شجع ومن بعد شجع حتى المريخ. كيف بدا مدينة دعمها؟ ها هو دابا هذا البروش، هذا هو هذا المولاد، ها هو مولاد الكونت هذا اوفيسيال. دابا انت عادي عادي ماشي مشكل، هذا ما غاديش نفكروا هذا الشهاده. الشهاده اسكت اسكت، شتي نتايا شتي نتا الحماقه اوفيسيال اللي عندك الكونت في انستغرام نتايا؟ شوف فانت شوف فانت عقل قدام هذا الرجال، هذا 10 فاصله كاجو، هذا 10 كا فاصله جوج، شوف شوف ياك تضحك قدام هاد الناس. هاني يا اصبر اصبر اصبر، ياك تحط الصوره وكتكتب ما كتعرفني ما كنعرفك، انا غادي ندير معاك الخدمه ديال الرجال صافي. ودابا شوف كيف ما تيقولوا، شوف الانسان كتب اخويا، ولكن باش جينا تحطيت صورتي ما نحققش اصاحبي، ما نحققش. المهم انا سيمو 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 شوف سيمو سيمو سيمو، انا بيرسوناج بيبليك، وجهي معروف، انا فيغور، غيشوفني بنادم غيعرفني من الاولي. تنقول لك راه ندير بنادم كاع، ندير له بلان، ندير له بلان، ندير له بلان، دير معاه دريه تقول له اجي عندي للدار، ويتم جاي باب الموبل، ويخرج واحد بماسك ويحشي له شي ديريكتا بوست وجهه ويطرطق له سنانه ويزيد سير ديكلاري. يلا سير ديكلاري بالبرد بالهواء. ولكن واش غنبقاو نلعبوا هذا اللعب هذا سيمو؟ حنا راه سالينا من هذا الشيء. حنا شوف حنا كننصحوا شباب يترينيو، يبعدوا من البليه، يتهلاو في صحتهم، يتهلاو في راسكم، يتهلاو في والديكم، بعد يشوف مستقباله. وراني قلت لك البارح سيمو، شوف اولا بعد اول حاجه علاش انا كنهضر، كاين واحد الاستخيس، كاين هذا الاستخيس هذا ديال الكونفينمون رمضان بعد ماشي هو هذاك. زائد راني قلت لك البارح، تخيل فين كينوض كيسب الله يعطيني امي شي هزه، الله يعطيني الموت غير مع راسه، واش عاد يقبلني انا ولا يقبلك انت؟ فهمتك اخويا هشام، فهمتك. ما راخني سيمو بعد مضاربه مع راسه، هو بان كيشوف اخته حداه المسخه الاخرى، طفو عليك على اخته ولا على خوه، على راسه النيس. فهمتيني كتقول كثير، الله يسامح هاني السلاك سلك. شوف اخويا هشام، انا شوف انا كيف ما تيقولوا باش بنادم يجي ويكتب عليك شي حاجه ما هيش عليك كاع اصاحبي. دابا بيني وبينك السيمو، دابا بيني وبينك السيمو، انا حمارت لهاد الدرجه، انا عارف الرجاء جمهور عالمي، جيش قدو كداش غادي نوض. لا دابا انا حمار، اي حمارت غنوض عند الوداد، ولا عارف وداد الامه ولا رجاء العالمي، عارف بانهم كيتبعوا ملايين البشر، غادي نوض نسب الرجاء ولا غادي نقلل من الرجاء. انا حمار زعما حتى لهاد الدرجه هادي، غنخسر انا غنخسر ملايين ديال ديال المتابعين ديالي. ما يمكنش شومه كاع، ما يمكنش والله العلي العظيم. الاخوان شوفوا حنا راه كنضحكوا تنشطوا، وكيف ما تيقولوا مولا ربي، راه حنا يا صاحبي. شوف شوف دابا الخلاصه ديال القول اللي غادي تقال اخويا هشام، دابا هادو كان شوف 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 قال لك بغيتو ديروا البوز في هادشي كامل. خويا نور، شوف خويا نور مارك، اي واحد شوف شوف مادام اخويا حامد راه نسيمو سيمو سيمو سيمو، شوف شوف غنشرح لهم واحد الحاجه باش بنادم يتهنى مع راسو. شتي اخويا كتقول كتقلب على البوز، دابا في نظرك انا داير كونت انستغرام وعندي كونت في يوتيوب ولا فيسبوك وداير دي فيديو وكنتقاتل، علاش ما غاديش نبغي البوز؟ لقيت البوز جاني مرحبا به، نقول له لا واش نقول لا؟ فهمتك فهمتك. انا شوف كاين اللي كيقول، كاين اللي كتقول له سيمو واش بغيتي البوز؟ كيقول لا ما بغيتش البوز. وشنو بغيتي؟ البصاره. اه راه بغيت البوز اخويا، علاش اخويا ندير هادشي؟ انا اخويا بكم اه باغي البوز، شنو فيا انا بوزيت؟
تخيل دابا نعطيك مثال تقول بهم وسير اصاحبي انت كتربح فلوس من اليوتيوب، شنو فيها كيربح فلوس من اليوتيوب؟ شنو فيها؟ واش دريتك؟ واش ديتها لك من جيبك؟ راه ما فهمتش ماله، ما فهمتش. وكان عيان فهم ما كيضرني راسي اخي سيمو، اقسم بالله لا تيضرني راسي. وني شوف المهم الاخوان حنايا شوفوا حنا كنضحكوا وتنشطوا، بنادم ما بغاك شوف راه داك الشر جرار انسان. وانا اخي سيمو ما عنديش مع كره كاع، انا راه ما عنديش مع كره، وانا انتي عنصريه، وانا كندعم جميع الفرق الوطنيه من الاخر عادي. راني عارف اصاحبي، شوف شوف الاخوان كيف ما قلت لكم شوف. وي اخويا رشيد شوف، المهم انا قلت لك اخويا نتايا دابا كان دابا كان فيزي داك حماق، انا بغيت نهضر عليك نتايا، انت عايق وديك العياقه اللي فيك نحيدك. انا درت معك هضره دراري، هذا لاباج دي اصلا اللي كان داخل شحال هذه، حنا درنا واحد الفيديو حطوه وبارطاجوه، المود ديال الضحك شو على تناقض. شوف على نفخ كي هذا لاباج هذا اخي هشام حطات واحد الفيديو عاد عاد الدراري الضحك وكذا، ودابا ما لقى باش يطلع الصحه، ما لقى باش يدير البوز، شادني انايا وحط شي سيمون عامل لك هذه الدراري. راه شوف دراري واحد لي زولترا، بلا ما نذكر سميات هاد لي زولترا، غادي يكذبوني اقسم بالله. فاش كنت ستاجير كانوا كيخرجونا كيديونا للتيرانات، كنا كنمشيو كنشوفوا الماتش كنتعلموا كتستاجي، حيت فاش كتكون ستاج كيدوزوك جميع، كدوز كلشي، كدوز لابيجي الطريق، كيعلموك التيران باش فاش كتخرج فين ما حطوك كتكون عارف. في المده ديال ستاج كانوا كيديونا للتيرانات، اقسم بالله اخويا سيمو، اقسم بالله التيران الوحيد اللي كانوا الدراري عزيز عليهم، كنت كنهضر مع اقسم بالله الا كنت كنهضر مع تريبيو على قدو كنقول لهم الدراري لا جلسوا، وحق الله كيسمعوا لي تيجلسوا تريبيو على قدو. اي فهمتك اخي فهمتك. واحد النهار بالحسيمه كنعقل، كانت لعبه الماس والحسيمه، وحق الله الدراري ديال الماس هضرت معاهم بجوج كلمات، تريبيو على قدو احترمني كنقدر بزاف داك الناس اللي، وحق الله الا قلت لهم الدراري لا هزوا بغاو يهزوا الكراسي، قلت لهم لا الدراري لا ماشي ديال هادشي، قال لهم مليون هي اللي ما تعاونش، تنبوك تريبيو على قدو. كنت الراجا والوداد حضرت انا الديربي ديالهم خدمت فيه، وحق الله ما نكذب عليه كنت حتى في وسط الجمهور كيديروا بيا هاك. صعيب انا ما كنتش نخسرهم فهمتي، ما كنتش نخسر شي واحد، انا ما كنكون خدام في التيران الدراري والله الا تيسمعوا لي الهضره. علاش يا صاحبي كاينين الدراري الزوينين وكاينين اللي لا، كاينين الدراري الزوينين وكاينين اللي الله يهديهم فهمتيني. واخويا ما نكذبش عليك، ما تبغيش الدراري يتقلقوا عندنا، الدراري عزاز كيتبعونا وكيدعمونا، ما خصهمش سير اخي سيمو نهضروا في شي موضوع اللي هو زوين نهضروا فيه نبدلوا الموضوع اكثر عادي. شوف انا غنطلق اللايف من الكونت ديالي وتما فين بلبلوها مزيان. دابا دار كونت سير دخل الكونت ديالك، سير يلاه دخل الكونت ديالك يلاه سير سير اخويا سردني.